عبد الوهاب امبارح طلعوا قرار ليها، وقفوها عن الغنى بسبب تصريحاتها الاخيره عن مصر، وقالوا ليها بتضر الامن القومي في مصر في مؤخرا في حفلتها في البحرين. انت تعليقك ايه؟ انا تعليقي ان انا ما سمعتش هي قالت ايه، يعني ما شفتش فيديو وهي بتقول ايه، فانا هحكم عليها ليه؟ يعني لما يكون قدامي فيديو وشهود وناس تقول انها شافوها وقالوا اوكي، نبقى نقول رايي انا، لكن اقول رايي في كلام سمعته اعتقد ده يعني مش صح. والله انا حزين على شيرين اللي بتعمله بصراحه، يعني حزين. يعني صوت شيرين انا بحبه جدا جدا جدا، وياما علقنا وقلنا يا ريت تغني فقط، بلاش اي كومنت، بلاش اي حوار على المسرح وبالذات امام الجمهور. مش عارف هي مصره ليه، بتقع في اغلاط، جايز عفويه جايز مش قصده، انما في النهايه بتسيب اثر مش كويس عند حتى الجمهور المصري، فالمفروض انها ما تتطرقش الموضوع ده، ولازم تحاسب، لازم تحاسب، لان شيرين فنانه كويسه جدا وحساسه جدا جدا، ولازم على الاقل تعرف يعني هي بتتكلم هتقول ايه وامتى تتكلم وامتى ما تتكلمش وهكذا. انا عايز اقول للفنانه شيرين ان كان ده لازم يتم من بدري، واضح ان انت موجوده على الخريطه غلط، او واضح ان انت مش فاهمه حاجه، بس انا بقول لك انا ما بحبش اتكلم ولا اجيب سيره الزملاء، انما انا شفت حاجه في فويس قبل كده، جايبه جزمه وبتضرب بيها، ومره شفتها سكرانه، ومره شفتها بتقول ان النيل ده كله بالهارسيا، وبرده يوم 18 اللي فات ده اللي هو بتاعه البحرين كان على اليوتيوب والنت، انا شفت الحديث. ايه اللي قالته ده؟ ايه اللي قالته ده؟ مصر حره واصوات حره وفنانين احرار، واللي عايز يهاجم مصر جوه مصر مش من بره مصر عيب. شيرين موهبه عظيمه وموهبه جميله، وخساره الشوشره اللي هي بتعملها لنفسها على ولا حاجه. يعني انا اظن ان شيرين، انا ما اعرفهاش قوي، لا يعني عارفه كده معرفه سطحيه، اهلا يا شيرين، اهلا يا رانيا، ما فيش بيني وبينها علاقه يعني انسانيه، ولكن انا بحبها جدا كمطربه، واشوف ان هي اللي بتعمل فيها اللي هي سببه هي ما تستحقوش، لان موهبتها اكبر من اللي بيحصل ده كله. فهي لذلك لازم تعي انه ما ينفعش تجيبي سيره مصر ولا تتكلمي عليها خالص في اي حاجه. انت تخشي على الستيج تقولي الاغاني الحلوه بتاعتك، سلام عليكم يا جماعه، عليكم السلام، بعد ما تخلصي. غير كده طالما يا شيرين ما بتبقيش عارفه انت بتقولي او بتقولي كلام بشكل تلقائي مش مفكره فيه، ده بيحطك. اصل انا واثقه ان شيرين بتحب مصر جدا، يعني اغنيه ما شربتش من نيلها دي ومين اللي عاملها يا جماعه؟ لكن هي للاسف بيخونها، يعني انا بتكلم بيخونها التعبير، بتبقى عايزه تعبر عن نفسها بهزار، فبتقوم الهزار ده ما بيتفهمش صح. فيعني انا اشوف ان طالما هي مش عارفه تعبر عن ما في داخلها صح، هي ما تتكلمش افضل.